ديالو الفاخر واحد الطريقه سهله المبتدئات اللي ما كيعرفوش يشعلوا الفاخر. غادي نديرو حفره لداخل هنا وناخذو الكلينيكس نجمعوه بحال هكا. غادي نديرو ليه الزيت، الزيت العادي، غادي نشعلوه. كنحاول ندير الفاخر فوق منه، فوق من كلينيكس، ونخرجوا البرد. كيشعل شعل دغيا بلا ما يدير شي ريحه بحال كيدير لي غاز، الغاز ولا كيدير الريحات بشكل كيبقاو. هذا ساهل دغيا كيشعل. مرحبا الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نخليو ما خرجنا من الكوزينه، غادي نمشيو للجردان نطيبو ان شاء الله واحد الطاجين على الفاخر او الفحم. والفاخر راه شعل، المجمر شعلتو، المهم دوزو على بركه الله. مرحبا بكم فعند عالم ام سفيان، اهلا ومرحبا، الف مرحبا بكم. بسم الله نبداو على بركه الله. عندنا الحيمات كل واحد يدير القياس اللي بغى، تقريبا شي نص كيلو هذا. وندوزو عندنا التوابل، نديرو كلشي. عندنا معلقه ديال البزار، كنعبر بها هذه صغيره بزاف، معلقه البزار، معلقه الملح، معلقه ونص ديال السكنجبير او الزنجبيل، ومعلقه ديال القزبر يابس، معلقه ونص ديال التحميره، معلقه ونص ديال الخرقوم. وعندنا الثومه، قزبر ومعدنوس، عندنا بصله، بصله خضراء، وعندنا الزيت، زيت الزيتون خلط او الزيت العادي، مهم خلط. وباقي غادي نزيد شويه ان شاء الله ملي يطيب الطاجين. غادي نقولوا بسم الله، نديروا الثومه بسم الله، نديرو التوابل اللي ذكرت. ان شاء الله كلشي غادي تلقاوه في صندوق الوصف في المقادير. طاجين المبتدئات، طاجين ديال الفول، الفول القشور ديالو. غادي ندير كاس ديال الماء، بسم الله، غادي نحط كلشي مره واحده. البصله، هادو جوج بصلات خضاريات، اللي بغى يدير بصله العاديه يدير وحده مويان، ما تكونش كبيره بزاف ما تكونش صغيره. وهاد الماعن جاتهم ليا كنزه في عيد ميلادي، انا كيجيوني الماعن في عيد ميلادي، جات ليا كنزه هادو ومعاهم واحد كبير، دابا نوريه لكم ان شاء الله. ونديرو الزيت، وندير شويه ديال القزبر ومعدنوس، ونخلي الاخر حتى شويه تيطيب قرب يطيب ونديرو. دابا غادي نحرك هاد الشيء وغادي نشعل عليه، راه ماشي نشعل عليه المجمر، راه شاعل. خرجوا شويه من الكوزينه نخرجكم بالزرق المره الجايه تلقاوني كنصور معكم برا. المهم غادي نحط، راه شعل بزاف، بسم الله، نغطي عليه ونخليه. وعندنا الفول، الفول ها هو قشورو، ماشي غادي نحيدوش القشره مزيان. الفول دابا راه باقي طري وصغير بحال هاد الصغار هادو، تنقطعهم تنحيدو الا فيهم شي خيط في الجناب، ديرو لهم تنقيه ديال اللوبيا بحال هاكا. نزلو داك الفول الصغير، هاد الحامض دايره باش مي ديرو ليديكم اللي بغا يصايب الفول.
صافي حتى نكمل هذا الفول ان شاء الله. ملي تغلى الطاجين نطلعوا عليه. الطويجين ما يمكنش ما نوريش لكم واحد الريحه طالعه منه، طلعت الطبقه الرابعه ما شاء الله. دابا غادي ندير الفول ودايره الماء يطيب في المقراج، حيت الطاجين دائما ما ديروش ليه الماء بارد حيت درجه الحراره تكون عاليه، الا درتو ليه الماء بارد يقدر يطرطق لكم الطاجين ويضيع وصافي ما يبقى صالح والو للطرطق. واخا تلقاو الفول بدا تيكحل ماشي مشكل، انا عصرت عليه شويه الحامض. ايوا دابا نزيدو قزبر ومعدنوس والفلفله الحاره، هي الفلفله الحاره اللي صايبت ديك المره معاكم، او الطماطم هادو درتهم وحده حكيتها. حاولوا تجربوا راه واخا تشوفوها هكا تقولوا ما غاديش يجي زوين ولا الفول ولا، بالعكس في كله ألياف الفول مفيد. واللي ما بغاش يديروا في الطاجين يديروا في طنجرة الضغط دغيا غادي يطيب، اللي ما عندوش الصبر. دابا انا غادي نخليه يطيب وغادي نمشي ندخل نقضي شغالي، غادي نزيد ليه شويه الماء طايب ولا تنشوفوا الى ما خاصوش الماء ما غاديش نزيد. هو المجمر هذا الفول غسلته بزاف، غسلته في البانيو نسيت تغسل مزيان. ها هو الطاجين ما غاديش نزيدو الماء، الخضره تلقات الماء صافي ما غاديش نزيد الماء، غادي نخليه بقى حتى يطيب على خاطره. العافيني دابا راه المجمر شعل مزيان، غادي نخلي يطيب على خاطر صافي ان شاء الله حتى يطيب ونوري لكم كيفاش. مره مره تنقلبوه من التحت ياك ما تيلصق، حيتو شويه خصني نزيدو الماء ونزيدو هاد 4 كاس ديال الماء باش ما يتحرقش. وغادي نزيد هاد زيت الزيتون 4 كاس ونخليه هو الطاجين طاب وجد وجا محمر وريحه طالعه منه زوينه بزاف. مرحبا بالجميع، اهلا وسهلا. من يعجبكم هاد الطويجين تحاولوا تجربوه ان شاء الله بالصحة والسلامة، ومع السلامة الى اللقاء في فيديو جديد. شوفوا جديدة، مع السلامة.